تفضل. ها يا أبا محمد، بما أجبتني؟ أنت تطرح علي بضاعة لم أتاجر بها قط. جرب. أخشى المغامرة، فمادة السمن مادة غريبة علي نوعا ما. بل هي بضاعة قريبة جدا من البضاعة التي تبيعها في متجرك. ومن أين تأتي بالسمن؟ من سنغافورة، وسنغافورة هذه جزيرة تقع في المحيط الهندي ذات طبيعة رائعة. هل أسجل لك طنا من السمن؟ طن؟ هذا كثير بالنسبة إلى بضاعة أتاجر بها أول مرة. دعها نصف طن. بل طنا كاملا، وسأتحمل أنا خسارة نصف الطن الآخر. على بركة الله. ما الذي فعلته يا والدي؟ لم أفعل شيئا، ولكنك أضفت 20 لترا من الماء فوق الحليب. هذه تجارة لا تفقهها. التجارة لا تبيح لك الغش. وهل إضافة الماء إلى الحليب يعتبر غشا؟ الحليب ماء في غالبيته، تشربه الأبقار وباقي الحيوانات ذات الضروع ليتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى حليب سائغ فيه نسبة من الماء وأخرى من غير الماء. وإن كان الأمر كذلك، فأنت قد تلاعبت بتلك النسب وجعلت نسبة الماء تزيد عن النسبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا السائل الذي تدره الأبقار. اسمعني يا بني، دعني أفهمك شيئا لم تختبره في حياتك بعد. نحن اليوم نشهد منافسة بين الفرقاء الذين ينتجون المادة الواحدة، والذكي منهم هو الذي يستطيع الوقوف على قدميه وتسويق ما أمكنه من بضاعته. المنافسة تبيح لك الغش في المادة لتسويقها، ولكنني أبيع اللتر منها بأقل من السعر المتعارف عليه في السوق بما يوازي 5 بيسات. أنت بهذا تحاول أن تعوض بالماء الزهيد الثمن بما خسرته من الحليب؟ نعم، هذا هو مرادي. أبي، لكل إنسان منا طائره في عنقه يوم القيامة، يثاب أو يجازى على فعلته، وليس لنا دخل بما يقوم به الناس إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن نقوم بالمنكر فهذا لا يجوز. منكر؟ أي منكر أتيناه وأي ذنب اقترفناه؟ الذنب هو أننا نخالف أمر الله سبحانه وتعالى حين يأمرنا بأن نوفي الكيل إذا كلنا. خذ واملاه حليبا وأعثني به حالا. ستضيفه إلى السهريج طبعا. قلت لك ملاه حالا، ولا تكثر من الكلام والثرثرة. أبي، علي أن أطيعك إلا في معصية الله. وهل تراني عاصيا وأنا لا أترك صلاة ولا صياما؟ وهذا ما يحيرني، أنت تقوم بكل الفرائض كاملة. أبي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اسمع يا بني، إن بقيت على هذه الشاكلة فلن ترث مزرعة ولن تكون رابحا. وأوفوا الكيل إذا أكلتم. ما بك يا ابنتي؟ عهدي بالكيلوغرام في محلك أكثر من هذا، لا أدري ما الذي يدفعني أن أجدها صغيرة هذه المرة. أريني. ها، أرأيتي؟ يبدو أن وزنه ازداد في رمضان. يجب أن أتأكد ليطمئن قلبي. لا داعي لكل هذا يا عم إبراهيم. إذا كنت قد رضيت فإن العدل لا يرضى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي أرسلك كي أجد الخطأ وأصلحه. لك مني 300 غرام. هذا حقك، لكنني الآن في ورطة لم أقصدها. أي ورطة تعني؟ هناك من اشترط الطماطم قبلك ووزنتها لها في هذا الميزان. وما المشكلة في هذه يا عم إبراهيم؟ المشكلة أنني أعطيتها دون حقها. حبذا لو أعرف هوية هذه المرأة. تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هل أنصت لما قرأته يا أبا الوليد؟ نعم قرأت وأنصت. هل قرأته من قبل؟ نعم مرات ومرات. لا أظنك أنصت له. أنت تخفي شيئا يا أبا محمد. لو كنت قرأتها واستوعبتها حقا لما خالفت أمر ربك وتصرفت غير ذلك. أنا خالفت أمر ربي؟ ألم تسمعه يأمرك بقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم؟ وهل تراني لا أوفي الكيل والميزان يا أبا محمد؟ بالطبع، عندما تنقص الكيل والميزان يؤسفني أن أقول لك ذلك. كيف؟ عندما تنقص منتوجاتك التي ترسلها إلي من اللبن والحليب في السعة وفي الوزن. عجبا لأمرك يا أبا محمد، تلاحظ نقصان السعة والوزن ولا تلاحظ نقصان السعر للبضاعة عن بضاعة الآخرين. أنت تعترف بذلك. أعترف أنني أعطي المستهلك حقه، أنقص السعر بعض الشيء وأنقص الكيل بالمقابل، واحد يساوي واحد. أنت مخطئ تماما، هذه لا تساوي تلك. أنت تتلاعب بالأسعار لكي تخدع الناس. حرام عليك لأنك تخدع الناس، وحرام علي لأني أعرف الحقيقة وأخدع الناس. اسمع، سأضطر أن أخبر الناس عن الحقيقة كي أريح ضميري وأبرئ نفسي يوم الحساب. ستشهر بي أمام الآخرين؟ سأخبرهم الحقيقة. سأخبرهم أن السعة الموجودة على العلبة ليست هي السعة الحقيقية، وأن الوزن الموجود على العلبة ليس هو الوزن الفعلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. على إذنك. وليد، أين أمك؟ إنها تصلي. هل حضرت الشاي؟ الإبريق على النار. بارك الله فيك يا وليد. تذكرت، جاء رجل للمزرعة في غيابك. ألا يكون مندوب شركة الألبان المحلية؟ هو نفسه. وما الذي طلبه منك؟ سألني عنك فقلت له بأنك قد خرجت إلى السوق لتوصيل الحليب. لم يقل شيئا غير ذلك؟ بلى، قال بأنه يريد مقابلتك غدا. كان عليك أن تتصل بي في حينه. طلبت منه ذلك لكنه كان على عجلة من أمره وصعد سيارته ومضى. هذا الرجل ثروة كبيرة، إن تم الاتفاق بيننا إنه يعمل في إحدى أكبر شركات تصنيع الألبان ومشتقاتها. وما حاجتك إليه؟ أنت تصنع الألبان ومشتقاتها وتبيعها في السوق. لقد عرض علي هذا الرجل
سعرا يفوق السعر الذي أجنيه من السوق. مبروك، هذا عامل مشجع للتعامل معه. طبعا يا بني طبعا. إذن هل أستطيع أن أقول من الآن بأنكما متفقان؟ لا لا، ليس إلى هذا الحد، إنه مجرد مسؤول التسويق. غدا إن شاء الله سنراجع المدير العام الذي بيده القرار. أتدري يا بني؟ ماذا يا أبي؟ لو تم الاتفاق بيننا وبقيت أسعار العرف كما هي عليه، سنجني أرباحا طائلة تعادل بناء نصف مزرعة كالتي نملكها. ما شاء الله، أوه، لقد نسينا إبريق الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، الحمد لله. بعد أن تأكدنا من الميزان نبتدئ بعون الله وفضله. الحمد لله. يا وليد، بارك لي يا بني، بارك لي. هل تم الاتفاق بينك وبين شركة الإنتاج؟ وها هي الورقة بين يدي. هذا العيد سيكون أكثر الأعياد سعادة عندي يا ولدي. العقد فيه بعض الشروط، وهذا لصالح الطرفين. الإخلال بأي شرط من الشروط يلغي العقد. لا تكترث لهذا يا ولدي، سيكون كل شيء على ما يرام. بعد سنة إن شاء الله سيكون عندي جناح جديد لمزرعة حديثة. ما رأيك بوضع حجر الأساس لأكبر مصنع في هذه الناحية؟ رويدك يا والدي، دعنا في الخطوة الأولى. أريدك أن تفهم شيئا، ما في الصهاريج الصغيرة يباع لأصحاب الحوانيت، أما الصهريج الداخلي فهو لشركة الإنتاج الصناعية. أرجو أن لا تخلط بينهما، أفهمت؟ الآن أصبح الوزن صحيحاً 100%. اطمئني، لقد فحصته هذا الصباح. الحمد لله، إذن هذا مرد سعادتك. مردها إلى تلك المرأة التي أنقصت لها الوزن. وأين التقيتها يا عم إبراهيم؟ هنا يا سبحان الله، أتت هذا الصباح وأخذت بعض الخضروات، فاعتذرت لها وطلبت منها أن تسامحني لما بدر مني في المرة الماضية، وأعطيتها ما نقص من الوزن. لكنك لست مسؤولاً عما حدث في الماضي، لأنك كنت تجهل ذلك. هذا صحيح، ما دامت قد عادت فعلي أن أعيد لها ما بقي في ذمتي. أمثالك قليلون يا عم إبراهيم. بل كثر يا ابنتي، والحمد لله. وعلى الإنسان أن يتذكر بأنه سيحاسب يوم القيامة. في أمان الله. في أمان الله وحفظه. أحسنتي يا رب، شكر والحمد لك يا الله. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أجد لديك سمنا نباتيا مستوردا من سنغافورة؟ وهل ذهبت إلى سنغافورة وعدت بهذه السرعة؟ لا يا أبا محمد، ولكنني على تواصل دائم مع أصدقائي التجار هناك، ولقد جئت لأقول لك بأن موسم السمن النباتي لهذا الموسم سوف يشهد انخفاضا ملحوظا نظرا للكميات الهائلة من جوز الهند. نعم، وهذا هو العربون الذي أعطيتني إياه. دع العربون في جيبك. هذا يعني بأنك مصمم على المغامرة. لا أعتبرها مغامرة، بل مشيئة الله. إن أرادنا الله أن أربح ربحت، وإن خسرت فإن الله يحذرني أن أنتبه في المرة القادمة. أهنئك على هذا الإيمان الذي يعمر ويغمر قلبك يا أبا محمد. أتمنى أن تخسر القليل أو أن تجري الرياح عكس ما تجري به التوقعات. دعه على الأرض.
خذ. هذا عقد الشركة، مزقناه. ماذا فعلت يا أبي؟ أخبرني، ماذا وضعت للشركة من حليب؟ الحليب الموجود في الصهريج الأول. أخبرني ولا تكذب علي، لقد وضعت للشركة الحليب الذي أضفت إليه الماء، أليس كذلك؟ لقد أفسدت علي أمري وأسقطت من أمامي حلمي وحياتي وسعادتي. أي سعادة ستشعر بها وأنت تنقص في الكيل والميزان وتضيف الماء إلى الحليب؟ إذن أنت تعمدت ذلك، تعمدت أن تعطي الشركة الحليب المغشوش حتى انكشف أمري سريعا وانفسخ العقد بيننا. نعم، أنني تعمدت أن أفعل ذلك. أتريد أن تسود وجهي بين الناس؟ أنت تخاف الخلق ولا تخاف الخالق؟ قبح الله وجهك، ماذا فعلت بحقي؟ ما فعلت إلا خيرا، صدقني يا أبي، أنت لاعب في الكيل والميزان، لا يجدي نفعا ولا يطعم خبزا، بل يجلب غضب الله سبحانه وتعالى. نحن الآن بحاجة إلى عطف الله، إلى عطف الله ورحمته، وأنت تصوم شهر رمضان وتصلي كل الصلوات. تفضل. شكرا لك يا صديقي، صدقني أن أمرا غريبا قد حدث خالف كل التوقعات. قدمت للتو من سنغافورة وأسعار السمن النباتي في ارتفاع مضطرب رغم كثرة الإنتاج. أنت ربحت حتى الآن 2000 ريال، وأنا أطلب منك الاستمرار والمتابعة حتى تربح أكثر. لا، هذا يكفي، يكفيني ما قدر الله لي. أنصحك بالمتابعة، القناعة كنز لا يفنى، ويكفيني ما قدره الله لي. لك ما تريد. إذن تفضل يا صديقي. أشكرك. هل لك أن تقول لي كيف يساعدك الحظ دائما؟ ليس حظا كما تظن، بل توفيق من الله بقناعتي وإيماني، وهذا الميزان الذي أحاول جاهدا ألا أبخس به أحدا حقه.